دخلت اسكو سنه كام؟ انا اظن يعني سنه 73 او 72. 72 ممكن. طيب احنا قبل ما نخش في الحوار احنا عندنا تقرير عاملينه لنجم حلقه الليله مختار مختار، نتفرج على التقرير ونرجع نكمل محطاتنا مع نجمنا مختار مختار. بيفوتها لنفسه من امام العرض. إنه ذهب لا يصدأ، ليس كل من داعب الكرة موهوب، وليس كل نجم صاحب شعبية جارفة بين الجماهير، وليس كل نجوم مثل مختار مختار. مختار بيعدي، يلا مختار للخطيب لمختار. مشوار ذهبي وتاريخ ناصع البياض، كرة ومتعة وبطولات وإنجازات وأخلاق. وعندما تتحدث عن مختار، ذلك اللاعب الموهوب الذي امتلك مهارة خارقة جعلته واحدا من أهم نجوم اللعبة في تاريخ مصر، لابد وأن تتحدث عن أخلاقه، فقد كان ولا يزال مثلا وقدوة ورجلا فريدا من نوعه. احترم الجميع فاحترموه، ومنح كرة القدم كل شيء فمنحته كل الحب والتقدير. اسأل عن مختار داخل المستطيل الأخضر، ترى وتسمع كل جميل، فقد وضع بصمات مهمة مسجلا وصانعا لأهداف تاريخية ورقم فريد في سجلات الساحرة المستديرة. كرة مع الخطيب، للتماشي للتماشي، الخطيب الاستمراري، الخطيب يلعبها بعرض الملعب، كرة الكرة للمختار. نجم دخل تاريخ الأهلي من أوسع الأبواب واستحق عن جدارة إشادة كل الأجيال. مختار مختار، فخامة الاسم تكفي واحترام الناس له يدعو للفخر. لم يحد أبدا عن الخط، ظل لاعبا ملتزما طوال المشوار. يبدأ حسنين ما تبقى خطير، يفوتها لنفسه من أمام العرض. عندما خاض غمار التدريب نال وسام الاحترام من جديد. لا تسمع له أبدا عن مشكلة أو أزمة، لا تراه يوما يغرد إلا في سرب الحق، وفي الملاعب له صولات وجولات. ومثلما نجح الشيخ مختار وتألق مع الأهلي لاعبا، كان له دور بارز عندما عمل مدربا عاما للفريق الأول ومديرا فنيا للعديد من أندية الدوري المصري، محققا نتائج عظيمة. مشوار يستحق التحية، ورجل يستحق دوما كل الاحترام.